بعد ما اخترنا الكائنات متاعنا والإطار المكاني، إجي نوريكم كيفاش نجمو نحركو الكائنات هذيا. نمشيو إلى المقاطع البرمجية على اليمين، نلقاو الحركة. باش نشوفو مع بعضنا زوز حركات في الفيديو هذيا، وفي المستقبل باش نقدمو بشوية بشوية ونشوفو الحركات الأخرى. باش نكتفيو بتحرك 10 خطوات وأذهب إلى موضع عشوائي. باش نجمو نحركو الكائن متاعنا لازمنا ننزلوا على قرص معين، والا نقولوا له شنو هي الحاجه اللي لازم نعملوها باش الحركه هذه تصير. ولهنا نمشيوا للتحكم او للاحداث، سامحوني، ولهنا نقول له شنو هو الحدث اللي لازم يصير باش الكائن نتاعنا يتحرك 10 خطوات. مثلا احنا لهنا كما تشوفوا نازلين على الفأر، وكل كائن فيهم عنده الحركات نتاعو. يعني لهنا كي تحط الحركات نتاع الفأر تلقى الحركات نتاع القطوس فارغين خاطر ما حطيتهمش. باش نجي لهنا نقول له عند نقر العلم الاخضر تحرك 10 خطوات. نجيو لهنا للعلم الاخضر، ننزل عليه، وكما تشوفوا تلقاو اللي الفأر قدم ب10 خطوات. ننزلوا مره اخرى، تلاحظوا اللي الفأر قاعد يقدم. النجم نزيد عدد الخطوات، نقول له تحرك ب60 خطوة. كيف ننزل على العلم الأخضر نشوفوا اللي الحركة ولت أكثر من بكري، قاعد يقدم ب60 خطوة كل ما ننزلوا على العلم الأخضر. لهنا كما تشوفوا اذهب إلى موضع عشوائي، ما هيش قاعدة تخدم على خاطرنا ما حطيناش حدث يخليها تسير. إذا لهنا نبدلوا عند نقر العلم تولي مربوطة باذهب إلى موضع عشوائي، عشوائي يعني أي بلاصة يختارها هو، ونحيوها من تحرك 60 خطوة. باش نوليو كيف ننزلوا على العلم الأخضر، الفأر متاعنا يمشي إلى مكان عشوائي، يعني لهنا يختار أي مكان في الـ في الـ في الـ في الفضاء هذا ويمشي له. يعني لهنا كما تشوفوا قاعد يتحرك عشوائيا، يمشي لأي بلاصة نحبوه يمشي لها. دونك لهنا هذه الحاجة اللي حبيت نوريها لكم. النجم مثلا نقول له اذهب الى القطوس، وليو كيف ننزله يمشي للقط. حتى كيف نعاود من بعده، خلي ننزل على العلم يمشي للقط، خاطر قلت له اذهب الى القطوس. النجم نقول له اذهب الى مؤشر الفأرة، الفأرة هي هذه اللي تشوفوا فيها في الكرم، واللي يدور هذايا لكحل هذا اللي قاعد نحرك فيه اسمه مؤشر الفأرة. وقت اللي ننزل على العالم كما تشوفوا هنا الفأرة ولا مؤشر الفأرة فوق العالم، يعني الفأرون باش يجي للمؤشر هذاك. بحكم اللي ديما كي ننزلوا على العالم الأخضر الفأرة باش تكون غاديكة، إجا نجموا نعملوا حاجة أخرى، نوليو ما عادش الحدث نتاعنا هو النقر على العالم، نجموا نردوا الحدث نتاعنا هو نضغطوا على على مفتاح المسافة، مفتاح المسافة اللي هو هذايا اسباس الزر، هذا الزر هذا الطويل هو مفتاح المسافة، تنزلوا عليه. ولهناك نرجعوا لهنا، نوليو وقت اللي نضغطوا على مفتاح المسافة يتحرك الفأرون إلى مؤشر الفأرة. ولهنا كيف نحط مؤشر الفأرة لهنا وننزل على المسافة يجيني للبلاصة اللي أنا فيها كما قاعدين تشوف. لهنا كيف نعود نرجعها التحرك 60 خطوة، ولي كيف ننزل على مفتاح المسافة معاش يجي المؤشر الفأرة لكن يقدم 60 خطوة. إن شاء الله تكون الفيديو عجبتكم، بارتاجيه مع اصحابكم، واستنوني في فيديو واحده اخرى.